خير. هون فيلا سامي يوسف؟ نعم. بدنا اياها زبدي. دقيقة بس. حبيبي يا زياد، صدقني الموضوع لو مش خطير أنا ما كنتش كلمتك بدري كده. خلاص أوكي، أول ما هنزل تحت هدولك على التليفون. مع السلامة. سامية، سامية، سامية. شو الدور يا تيمي؟ شو عارفة راسي؟ ممكن تركزي في اللي هقوله؟ مهما يحصل مش عايزك تخرجي من الأوضة، مفهوم؟ شوفي الشرطة تحت. ليه شوفي؟ واضح ان ستيفاني عرفت ان انت ورا الموضوع وقدمت بلاغ ضدك. شين ياخدوني؟ شي الشرطه تاخدني؟ ما حدش يقدر يقرب لك طول ما انا جنبك. شو ولا ما كان قصدي؟ حسيت ورا كل المصايب اللي عم بتصير فينا كنت بس بتفرجي انا قويه مش اكتر. هايل هايل، انا عايزك بقى تضلي قويه، مفهوم؟ مش عايزك تخافي خالص وما تخرجيش من باب الاوضه ابدا. شو بليز ما تتركني بليز خيفان. ما تخافيش مني شين، عايزك تهدي خالص، ريلاكس وركزي في اللي حولك. لو الصيع دول اعترفوا عليكي قولي ان انت ما تعرفهمش، قولي ان ستيفاني هي اللي مرتبها، يعني مشاكل وحركات فنانين مع بعض، مفهوم؟ لو اعترفوا عليكي ما تعرفيهمش، مفهوم؟ شو بليز خايفين كتير كتير. خلص ريلاكس اهدي، مفيش حد هيقدر يلمسك طول ما انا عايش. اهدي خالص، اهم حاجه اي حد يسالك عن اي حاجه تنكري انت ما تعرفيش اي حاجه خالص. وبعدين يا ستي لو حكمت هشيلها انا، هقول انا اللي بعت الصيه عشان يضربوا ستيفاني. اوكي اهدي وما تخرجيش بره الغرفه. اوكي يلا. اوكي يا ربي يا ربي. شو عملت؟ خير يا فندم؟ عمرين لمدام سامية يوسف؟ ايه بس اعرف بس في ايه؟ مين حضرتك؟ انا جوزها. طيب نحن معنا اوامر باحضار السيده سامية يوسف موجودا. موجودا؟ طب ممكن اشوف الامر؟ اكيد. شرف. طيب حضرتك ممكن تتفضل انت والشباب وانا هاجي وراكم؟ لو سمحت، الاوامر واضحه وصريحه وانا معي امر. طيب ممكن ثانيه واحده بس؟ اكيد. ايوه سياده العميد، معك رئيس الدوله. تفضل. الو. احترامي سيدنا. حاضر حاضر. اوامر. يعطيك العافيه. تفضل. شكرا. ما تؤاخذنا، بنعتذر منك بس ضروري تروح حضرتك والمدام اليوم على المخبر. اكيد ممكن البيت. اكيد. يعطيك العافيه. اسمعني كويس، ما تتحركش من هنا لا انت ولا الشباب. حاضر مسيو. ست سامية ما تسيبش الفيلا. حاضر. اي حد غريب ممنوع يدخل، انت فاهم طبعا. حاضر. اي حد. حاضر مسيو. والله ما بعرف. راسين راسين. شرطة فلت؟ ايه فلت مدام. ومستر جو وين؟ مستر دورا معهم؟ لا لا حاله. اوكي. بدي شي مدام؟ لا لا ثانك يو. يا ربي شو عملت انا؟ شو عملت؟ محل 100 متر وفي سقيفة وفي مدخلين نظامية ونظيف بالمالية، ما عليه ولا مشكلة. وموقعه شايف انت موقعه، يعني موقعه ممتاز، يعني فيك تقلبه لأي مصلحة ثانية. فهمت عليك. وقديش طالب فيه؟ ما بنختلف انا وياك، بنقعد على البازار وبنحكي. طيب انا يومين بالكثير بردي لك خبر، ان شاء الله ما بصير لك الخير. اتكلنا على الله. ونعمل اتكال، الله يعطيك العافيه. الله معك. الله يسلمك. الله يعافيك. معلمي، بدك تبيع المحل؟ ليش سألك شغلة؟ راح تبيع المحل؟ هذا مو شغلة. لا هذا شغلي، هذا باب رزقنا كلنا. الله ما بيقطع حدا. طب ليش؟ ليش لحتى نترك ونمشي؟ ليش لحتى نهرم مثل اللي عامل عملة؟ طلع حواليك يا معلمي الناس كلها أسرار وكل واحد مخبي مصيبة أكبر من الثانية. نحن شو عملنا لحتى نترك ونمشي؟ بلغ الشباب خلي يدوروا على شغل جديد. حرام والله اللي عم يصير حرام.
ياسين هذا العبد كيف وصل لهون؟ ما بعرف مدام. هذا كيف صار برقبتي؟ مين لبسني اياه؟ ماما كانت هون شيء؟ صدقيني مدام ما بعرف شيء. ياسين احكي ما تخافي ما تخافي. صدقيني مدام انا ما بعرف شيء، اسا مستر جوارف بكربة بيتي مدام. لا بدك تحكي احسن ما انا اخرب لك بيتك. ماما اجت لهون شيء؟ يس مدام. وانا وين كنت؟ نايمه كانت. نايمه؟ وشو صار؟ ما صار شيء مدام. لك ليه ما وعيتوني؟ ليه ما عرفت انها هون؟ ايمتى اجت؟ امبارح بالليل مدام. ومستر جو وين كان؟ هلا قال لك ما بعرف شيء مدام. الو هيك اقول يلا 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 جاي. لك انت شو صاير لك؟ جنيت؟ نزل من السياره. جنيت لما صدقتك، فكرتك عائلتي، بس الظاهر انت ما راح تكني، بدك تخليني اقلب الطاولة عليك وعليه. اياد شو صاير لك؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ شوفي لمار، انا هيدي الحركات اللي عم تعمليها ما بتمرق علي. انا الولدني ما بطيئه، ما بحبها. عم تهدديني يعني؟ شو بدك في افهم؟ وطي صوتك. لك انا اللي بدي افهم شو بدك انت؟ شو صاير معك؟ لك هيدي القصص اللي عم تعمليها انا اللي لازم اعملها، انا اللي لازم ابعتلك صور وهددك، مش انت يا غبيه. لك صور شو اياد؟ خوفتني. صور شو؟ ما بعد كذبه اعترفي. لك اساسا عن شو عم تحكي؟ بعدك مصرة. مصرة على شو؟ على شو؟ مين اللي بعت لي صور على ايميلي وقال لي هي البداية بس؟ صور شو؟ بداية شو؟ ايميل مين؟ لك صوري انا وياكي لمار، صوري انا وياكي. صور انا وياك؟ صورنا نحن؟ لك حشت بس لي بقى ولي كاشفك، بعرفك كثير منيح. اياد فيك توطي صوتك وتروق وتفهمنا عن اي صور عم تحكي؟ مش عاسس انت امبارح صدقتي وامنتي انه انا صار عندي عائله، انه انا ومرتي ناطرين بيبي جديد على الطريق، وانه اللي بيناتنا شغل وبس؟ عشو هالحركه السخيفه اللي انت فيها والمكشوفه؟ عشو؟ انزل من السياره. نقدر انزل من السياره. غبيه انت، وحده غبيه. انزل من السياره، انزل من السياره، انزل انزل. يعني بفهم حديثك انه الشغل راح؟ منيح لي راح. لقيت شغل تاني احسن منه بألف مرة. نو شو مشانك انتي؟ عن جد فظيعة. لسا امبارح تركتيني ورحت الدولة على شغل، اليوم لقيتي شغل احسن منه؟ شفت. والله ما دورت، هو الشغل لحاله اجى لعندي. لك انت عارف تحت امك كله بالصدفة. وين؟ بكرة أول يوم دوام عند لامار بالشركة. ليش لامار عندها شركة؟ جوزها سلمها شركة الإعلانات تبعه. حلو. ألف مبروك إن شاء الله. كتير مني على القليلة بتطمن عليك، ما بضلني خايف مشغول بالي. تخيلك أنت شو منشغل بالك. صحيح. بدي أبعث السيارة لسامي. هي؟ لا تنسى تبعتها بعطيها. يعني ما رح تزعلي؟ من شو بدي أزعل؟ أنا ما في شي بالدنيا بزعلني وأنا معك. بس كمان خلي معك ألف دولار. ليش لازمك شي؟ في شغلة ببالي. ما بعرف، خليهم احتياط. مش انت يلي بعتيه؟ مش الايميل يلي وصل لك عنوانه البداية فقط؟ قصدك يلي انت بعتيه من ايميل حدا ما بعرفه؟ لك يلعن ابو العناد وكبر راسك،
اياد وصل لي زيت الايميل. ايه شو هالتمثيليه العظيمه اللي حبيبتيها هيدي؟ على فكره عم تطول كثير. ها اياد عم بقول لك الايميل يلي ما بات لك وصل لي لي انا كمان. انا ما عندي يوم لصورنا، محيتهم كلهم قبل ما اتجوز. يعني انت مقتنعه بهذا الحكي؟ انه ليش بدي كذب يعني؟ هيك لانك هيك، انت الكذب بدمك مش بايدك، بدمك. ماشي انا كذابه بس اليوم ما عم كذب، في حدا عم بيلعب فينا اثنيناتنا. غيرك انت؟ بشك. شكلك مخربط بالعنوان، هون مو قسم الشرطة. عايزين نتكلم شوية. ما في مشكلة، شربل أعطي رقم المحامي. تفضل، هيدا كارت المحامي، هو موجود بمكتبه هلا في تلفون. لما أتكلم معلم شكلك أنت تقرص خالص. تحترم نفسك إذا بدك تحكي معي. شربل، انزل عن رودي على المكتب. حكيته أنا هلا لرودي. بقول لك انزل. قبل ما اتكلم في اللي انا جاي لك فيه، يا ريت تشوفي لك مدير اعمال يكون بيفهم شويه بدل قله القيمه اللي انت سحبها وراكي في كل حته دي. بتتذكر وقت قلت لك انه رح جيبك لعندي؟ اتذكرت وانا جاي في الطريق. بس على فكره مو انا اللي جبتك، غباء مرتك هو اللي جابك. يا ريت نتكلم عليها بطريقه احسن من كده. بتحبها؟ تابك اول موضوع ده مش كده؟ اطلاقا، بس بس على رجال مثلك ينتقل من حب كبير مغامرة صغيرة. كان زمانك مكانها دلوقتي، بس هنقول ايه؟ نصيب. ستيفاني اسمعيني كويس، الحكاية دي لازم تتحل، وانت عارفة كويس قوي ان انا ممكن احلها في ثانية الا ثانية، لان طول ما انا عايش مش هسمح لأي مخلوق اني وبهدل مراتي مهما كلفتني القصة. طالما هيك ليش جاي لعندي؟ عشان نحل الموضوع بيننا وبين بعض من غير شوشرة، وعشانك قبل ما يكون عشانها. يا روحي خوفتني. شوف جو، ستيفاني ما بتخاف. وانا انا عشان قاعد معاكي ومطول بالي عليكي، ده معناه ان انا هصبر عليكي؟ تبقي بتحلمي. لك تطلع بوشي جو، تطلع، حاول تشوهني، كانت بدها تقتلني، وانا ما قربت صوبها. هي اللي بلشت علي حرب من يوم مهرجان القاهره، هي اللي اعتدت علي. ياسمين ملهاش علاقه بالكلام ده كله، البنت دي أطيب مما تتخيلي، وإذا كان على الشباب اللي اتمسكوا كذابين. لو كانوا كذابين ما كان قدامي هلأ قاعد وعم تفاوض. ياسمين عمرها ما شكلت خطر عليكي في يوم من الأيام، وبعدين أنت في منطقة وهي في منطقة تانية خالص، مع أن أنتوا الاتنين من منطقة واحدة. أنا التاريخ، تاريخكو عندي، أنا الماضي أروح الروح. بس هنقول إيه بقى؟ سبحان العاطي الوهاب. ما علينا، انت عايزه ايه بالظبط؟ جو، بتعرف اكتر شي كان يعجبني فيك ذكائك بس. ستيفاني حليها، فاهمه؟ يلا اسيبك انا دلوقتي، سلام. مجنون. يعطيك العافية أستاذ، مطلوب على اجتماع فورا. بتزهق اجتماعات المرة؟ اجتماع مش مع مدام لامار، اجتماع مع مستشار جهات بشركته. بك شي أستاذ؟ لا لا ولا شي، يلا رايح. Thank you.
مرحبا. مرحبا عمر، كيفك؟ جبت لك الأمانة. أيوة ناولني لقلك. طيب لك ليه ما بعت لك إياها واتساب كنت شفتها؟ بحب شوفها هيك طبيعي أكثر. مش شنخة شو بدك ها؟ حب نظيفة. بعت لك فزرة يا ياس. هيك؟ امشي معي لقلك. لوين؟ بدي جيبها وبدي همتك معي. يلا. يلا. قالوا لي انك عايزني. تفضل. بطل بدي العب على المخبى، بحب العب على المكشوف. ما فهمت. مرتي خايف على الشركة وبعتقد انه هيدا حقي. انه خايف على الشركة من لمار؟ صح. ولا عينت لكان؟ انه هي حابة تشتغل ويبدو انها متحمسة كتير، ممكن تنجح ممكن تفشل. مشكلة مش فيها، مشكلة فيي انا. انا انسان يكره المقامرة بأي شيء بخصه مثل شغل. شو المطلوب مني؟ بدي اياك تقرب من لمار اكثر. مش رح لاقي حدا اكثر منك بوثق فيك، وهي كمان بتوثق فيك. من بعد ما عينتك نايبها يعني اعطتك انك تاخذ قرار بالاوقات اللي لازم تاخذ فيها قرار، والا بنفوت كلنا بالحيط. بس انا بحسب معرفتي بلمار بظن انها رح تكون مديره ناجحه، وبتوقع انها تطور شغل الشركه. قديش حجم معرفتك بلمار؟ كافية لأني أيمها بهيك موضوع. بكل الأحوال كلامي بضل شكوك، أنت ممكن تأكدها أو تنفيها. بالإذن أستاذ. يلا. دير بالك على رنا مرتك. رنا كثير طيوبة وأنا كمان مأمنك عليها. بأيام رصيدك 300,000 مدام. ممكن اسحبهم؟ بدك تصفري حسابك؟ اي نعم. بنصحك تخليه مفتوح ولو ب2000 ليرة. لا بدي اسحبهم كلهم. ماشي تكرم عيني. بس بعد اذنك وقعيني هون. هدول 300,000 هدا. مسلم ايدك. ليك انت كيف بتفوت علي بلا ما تدق الباب؟ جهاد هو يلي بعت الصور. شو عم تقول؟ جهاد ورا كل هالقصة،
وانا متاكد. لحظه بس فهمني كيف عرفت؟ رحت لعنده من شوي. ايه وهو خبرك؟ لا ما خبرني بس انا متاكد. ما تساليني كيف، هو وبس. الواضح يا مدام انه كشف القصه من ورا جنونك انت. لك ليه مصر انه انا؟ انت اللي لحقتني وخربت لي حياتي يلي انا قررت ابنيها من جديد من بعد ما خربتها ودمرتها. ليش رنا؟ في اعرف ليش اخته لجهاد؟ بطل في بنات بالكون غيرها؟ ليش هيك عملت؟ شو انا هلا بدي اعمل؟ لك شو بدي ساوي؟ ما بعرف. واجهي اسوأ مخاوفك. اياد كيف يعني ما بتعرف؟ ليش مين قال لك اذا عرف رح يكون اسوء مخاوف؟ وهذا رقم الارضي. برافو بالعم، هلا بلش الشغل. شو رح تعمل؟ فيني افهم؟ رح تعرف كل شيء بس طول بالك. هلا بدي اعرف. رح اجيب لك اختك وسلمك اياها باليد. بهالبساطة؟ ما رح تعمل معها شيء؟ لا، انت اخوها وانت رح تعمل معها. انت ما بتاكلش ليه؟ الاكل مش عاجبك؟ جد يا ماما حضرتك عايز تسجني بابي؟ انت بتتجسس عليا يا كرم؟ اللي حضرتك عايز تسجني ده بابي، عارفه يعني ايه بابي؟ وانا ايه؟ مش مامي برضو يا كرم؟ انا مش مامتك يا كرم؟ يلا سلام عليكم. حسام انت خارج؟ اه خارج، رايح اقابل المخرج كده، عندنا شويه كلام وتفاصيل كده وبعد كده رايح اقابل المنتج. في ايه مالك؟ ولا حاجه، اصل شكلك زي القمر. قمر؟ مالك يا مرفت، انت فيكي حاجه النهارده؟ لا خالص، بس ممكن تجيب لي حاجه معاك من الاجزخانه؟ اه طبعا، تحت امرك. عاوزه ايه؟ اختبار حمل. ايه مالك؟ لا ابدا، مفيش حاجه، مفيش حاجه. اختبار حمل من الصيدليه. حاضر حاضر. طب ما تنساش زي عوايدك. لا مش هنسى. امسي يا روحي. مالك يا حسام؟ في ايه؟ خايف على كرم قوي، خايف على ابني أو. طب والحل يا حبيبي؟ مش هسيبه يا ماما، مش هسيبه.
انا لازم انزل على مصر وبسرعه. طب وشغلك؟ طز في اي حاجه. انا مش عاوز حاجه من الدنيا دلوقتي غير ان اجيب ابني منها وبس. انا مش عاوز ابني يتعذب زيي. ايه الاخبار؟ مش حامل. ايه؟ ايه؟ كنت قلقان قوي؟ لا ابدا مش قلقان ولا حاجه، قدر الله ما شاء فعل. لا انت فرحت يا حسام. انا؟ لا انا عمري ما فرحت. لا. وبعدين واحنا مش كنا اتكلمنا في الموضوع ده وحسمناه خلاص؟ لا احنا ما حسمناش حاجه يا حسام. احنا ما حسبناش حاجة. انا من حقي اكون امي تاني، وكرم من حقه يكون له اخ تاني. يا ريت بس بلاش تتكلمي عن كرم، عشان انت اخر واحدة ممكن تفهم كرم او تفهم مشاعره او تفهم اي حاجة تخصه. ليه كرم ده ابني وانا افهم مصلحته اكتر منك؟ وبعدين انت ليه مش عايزني اجيب ولد تاني منك؟ لانه ما ينفعش. ممكن نأجل الكلام في الموضوع ده دلوقتي؟ لا مش هأجله، عشان أنا مش الريموت بتاع حضرتك تفتحه وقت ما أنت عايزه وتقفله وقت ما أنت عايز. ممكن توطي صوتك شوية؟ الولد كده هيسمعنا. قلت لك 100,000 مرة بلاش الولد يسمع خناقنا، لأن ده بيأثر عليه وعلى نفسيته. أنت إيه يا شيخ؟ عاوزة تدمري ابنك بإيدك؟ أنت ليه مصمم تطلعني الشرشوحة بنت الكلب وأنت ابن الناس؟ الهادي اللطيف الظريف. عشان للأسف هي دي الحقيقة. لا دي مش الحقيقة. أنت اللي مصمم إنك تحرمني إن أنا أجيب أخ لابني. بالعكس يا ميرفت، أنا مش عاوز أحرمك من حاجة. أنا مش شرير وأنتِ عارفاني كويس. كل الحكاية بس إني عاوز أرحمه. آه؟ عايز أرحمه يا ميرفت. عايز ارحمه من انه يجي الدنيا دي علشان يعيش طول عمره متعذب. ده حرام وانا مستحيل هعمل كده. مش كفايه علينا كرم؟ مش كفايه علينا مشاعره اللي باظت واتدمرت بسببك وبسبب عمايلك؟ انا مش هكرر المأساة تاني. ايوه يا ميرفت، انا مش عاوز اخلف منك تاني. عارفة ليه؟ عشان انت انسانة مريضة. انت مريضة يا ميرفت. انت مريضة. وعمرك ما هتتعالجي. هتعيشي كده طول عمرك. مفيش فايدة. مفيش أمل. أنا مش هخلف منك تاني. ده قرار. يا ريت تكوني فهمتي. أنا بقى همرمطة، هخليك تمشي تكلم نفسك في الشوارع، هندمك على كل حاجة عملتها فيها يا حسام. ابنك ومش هتشوفه، الشاية من البيت ومش هتطلع. هبيعك كل اللي قدامك واللي وراك يا حسام. بس انت يظهر نسيتي ان الشقة دي بتاعتي، ملكي. اوبا! شقة ايه يا ابو شقة؟ ده كان زمان. الشقة دلوقتي من حقي وبالقانون. وماله؟ خديها يا ميرفت، بكرة أجيب اللي أحسن منها وأجيب فيها اللي أحسن منك.
كرم تعالى هنا شوية بس يا ماما شوية بس دقيقة واحدة الله يخليكي بابي يا روح بابي مش هتاخدني معاك مش هينفع حبيبي والله أرجوك صدقني مش هقدر عشان ما عاوز أعيش معاك أنت مش عاوز أعيش مع مامي أنا عارف يا حبيبي أنا عارف وأنا كمان بس معلش مش هينفع وبعدين أنت بقيت راجل دلوقتي صح بقيت راجل ما ينفعش تسيب مامي لوحدها كرم يلا يا كرم بتوحشني قوي يا حبيبي هتوعدني ان انت هتكون راجل صح اوعدك هتحافظ على نفسك وعلى مامي باي باي يا حبيبي امشي متخافش أنا جايلك مش هسيبك أنا عارف إن تعبتك معايا بس غصب عني موضوع كبير يعني لا 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 أنا وصلت البيت يعني نص ساعة بالظبط أكون عندك تسلم يا حبيبي مع السلامة مع السلامة شو صار؟ البسي هدومك واحكي لك على الطريق وين رايحين؟ هنروح لحد اسم الشرطة بدك تسلمني للشرطة؟ بدك تسلمني للشرطة جو؟ اهدي ياسمين اهدي 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 خالص انت مش واثقة فيا ولا ايه؟ احنا يا دوب هنروح على اسم الشرطة هنقعد هناك تلات دقايق مش أكتر انت مش هتنطقي ولا كلمة خالص مالكيش علاقة باللي حصل خالص كل اللي هتعمليه انك هتمضي ورقه صغيره بعدم التعرض يعني ثلاث دقايق ونمشي على طول شو بخاف بخاف يحبسوني ما بدي اروح المغفر ياسمين ما بدي يوقفوني كفايه عياط خلاص الموضوع مش مستاهل الموضوع خلص اتفضلي البسي هدومك عشان العميد زياد مستنينا هناك يلا يلا بدل ما الراجل يمشي يلا يلا حبيبتي انت متخيلك ممكن اقضي ليلتي وعارفك انه انت وياه بنفس البيت بليز حطي حالك محلي شو بتعملي ولا يا حياتي حاسه فيك شو بدنا نعمل فتره وبتقطع الله يقطعهم على خير حمات حياتي انا اشتقت لك وانا كمان حبيبتي طب متى بدي اشوفك يلا ان شاء الله خير بلكي بهاليومين كل مره بتقلي بهاليومين خلص بوعدك بعد يومين بكون عندك ببيروت طيب حبيبي انتبه على حالك بحبك وانا كمان بحبك باي يا حبيبي انت مقضي حياتك كلها على التليفون ما بتعرف تشيله عن دينتك يا زلمه يعني للشغل ضروريات روح دخيلك روح روج على السريع دخي شو في شو شفت هيدي البنت بالسياره اللي كنت عم بحكي معها على التليفون هلا وانا قايل لها انه انا بعكار روح مش عارفك اوكي عكار طيب هلا شو راح يصير معقول بس هيك تعهد وخلاص مسكين يا شرب المسكين طيب انا مسكين خديني انت على قد عقلك وفهميني شو عم بيصير ليش انت امتى فهمتني معقول مرق هيك قصه بهالبساطه لكن شو صار ما تكوني اتفقتي انت وجو هلا ما لقيت غير جو اتفق معه طلب لي زين زين مين زين زين الهادي الصحفي اي ما غيره بقدر اعرف الملكه على شو عم ترسم هلا اطلب لي زين اللي بدي اشوفه سيادة العميد زياد يلا شو خايفانة خايفة من ايه اسمي اسمعيني كويس المفروض ان احنا هنا ما نقعدش اكتر من خمس دقايق المفروض ان ما حدش يشوفنا خالص هنا
وبعدين اخر مره اسمعك فيها بتقولي ان انا خايفه وانا جنبك، مفهوم؟ اسمي انت حبيبتي مراتي، يعني مفيش حد في الدنيا دي كلها يقدر يستجري ان هو يقرب لك طول ما انا عايش، مفهوم؟ خايفين من الفوت على المغفر. امال خايفه من ايه بالظبط؟ خايفين من بعدين بكره واللي بعده شو حاسه في شيء كتير كبير عم بيطبخ. سمين انا خلاص حليت كل شيء بس عشان خاطري، وحياه غلاوه جوع عندك، ما تتصرفيش بعد كده من دماغك، اي حد يضايقك في الدنيا دي كلها قولي لي بس على اسمه وانا اكركب لك الارض تحتي. يلا بابا. اوكي يلا حبيبتي يلا. الو لمار ويني؟ اتصلت على الشركة قالوا لي ظهرتي. يا حبيبي هلا طلعت. وين رايحة؟ رايحة على البيت شوي لأنه تعبانة وحاسة حالي بدي ارتاح. بك شيء؟ بطلب لك دكتور؟ لا لا حبيبي ما في لزوم. طيب أنا رح أنزل على البيت مشان أشوفك. حبيبي عن جد ما في لزوم، ما بدي أعذبك. مش مشكلة، أصلاً أنا لازم أشوفك لأنه في موضوع حب أحكيك فيه. ألو لمار ويني؟ إيه حبيبي أنا هون، يلا يلا على الطريق جاي أنا. طيب أنا انتبهي أوكي؟ ما تأخر. باي. أنا رايحة على البيت، حاسة إنه ناطرني الموت، شو ما صار خليك بعيد، ما بدنا فضيحة.